الأخرى الأفريقية في تعادل على فريقين غير فريق الأولى هي كانت على فريق غريب في ريكو مع بكيس أربعة شوف واحد العديد في 27 من هدف التعادل مجموعة ناس في الأولى حابتين توضحين يعطيك الصحة. شكرا لك أحمد. نهاية الشوط الأول كما كنت تسمعوا بتبيعة ولو حتى وكان الأمر بصعوبة ونعرف الظروف في مقابلات اللي تلعب خاصة في القارة الإفريقية فيها وعليها رأوا فما مقابلات يتعديوا صافين 100%، لكن مقابلة كنت تسمعوا مباراة ترجي وجورما هي أكثر من الفوفوتزيلا اللي بحذا أحمد الحراثي. المهم وصلت لنا نتيجة بتبيعة 1-1 مبادرة بتسجيل كانت من جانب فريق جورما هي في دقيقة 14، ثم أحمد العكيشي يسجل هدف التعديل في دقيقة 27، ثم توليت الفرص لفريق الترجي أحمد العكيشي يانيك أيضا حسب ما قالوا زميلنا أحمد. إن شاء الله في الشوط الثاني يتمكن فريق الترجي من التسجيل، شوط ثاني ينطلق بعد حين وإن شاء الله كونوا في الموعد كالعادة مع أحمد الحراثي في الأثناء وقبل الاتصال بزميلنا.